شكرا حضور السادة قائد الإخوان المدراء اليوم شرفة المنطقة ديال العمالة في مقاطعة النشيد بحضور ديالكم انطلاقة ديال هذا الويفي من عرف الويفي كانت أول يعني تجربة أو نموذج في العمالة كيف تدعو لهذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن بالفعل نعيش يعني صباح هذا اليوم يعني نشاط يعني خاص من نوعه اللي كيتميز يكون يصب يعني في إطار يعني تحقيق الأهداف أو الهدف الاستراتيجي الوطني وهو يعني تجميل العملية التعليمية وتطوير النموذج البيداغوجي ويعني هذا اللي يتقطع يعني بطبيعة الحال إلا من خلال يعني تطوير يعني الوسائل يعني التعليمية والطرق ديالها في طبقا يعني للمشاريع اللي جات يعني في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المشاريع يعني 18 والتي يعني كان عملنا مركزيا ولا جهويا ولا إقليميا ولا المستوى المحلي على التنزيل ديالها. إذا في هذا الإطار هذا نعيش يعني صباح هذا اليوم يعني بكل من مدرسة المسجد ومدرسة المطافي يعني احتفال بتركيب يعني جهاز ديال الربط يعني بالإنترنت يعني من نوع يعني متميز واللي وفر يعني تغطية 100% بالنسبة يعني كل العاملين هنا بهذا المؤسسة يعني جميع الحجرات والأقسام يعني تغطات يعني بالإنترنت. يعني هذا الحدث هو حدث هام يعني من طبيعة الحال وهذا يعني هذا العمل يعني اللي تنجز على مستوى المؤسستين هو يعني كذلك تنجز على مختلف يعني أقول يعني 87 مؤسسة علمية على مستوى عمالة مقاطعة الناشئ. إذا يعني من هذه المناسبة يعني أود أن أحيي وأشد يعني بحرارة على أيدي الشركاء ديالنا وعلى رأسهم جمعية أبا الذين ما فاتئوا أن يعني يتدخلون يعني في أي وقت من أجل الاستجابة يعني للحاجيات المنحة لمؤسساتنا التعليمية. إذا هذا اليوم يعني نحتفل الحمد لله بتحقيق يعني هذا الهدف يعني ديال الربط يعني بالإنترنت على مستوى أقول جميع مؤسساتنا التعليمية. وهذا مجهود ساهمت فيه يعني الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجبال بيضاء الصاد اللي بتوفير يعني بواتي يعني الإنترنت شركة يعني خاصة يعني اللي تعاقدت معها وكذلك المجهود اللي قامت به يعني جمعية أبا وكذلك المجهودات اللي قامت بها يعني جمعية مدرسة النجاح والجمعية الرياضية يعني الكل يعني تم يعني التعبئة ديالو من أجل تحقيق هذه يعني النتيجة الحمد لله اللي كنحتفل بها هذا اليوم انطلاقا من المؤسسه اللي مدرسه المسجد الابتدائيه ومدرسه ابن الطفيل. يعني هاتين يعني المدرستين الحمد لله يعني قاموا بواحد يعني من جد متميز والانفتاح ديالهم كذلك على الشركاء بحيث انني اتابع يعني الانشطه ديالهم. يعني كاين واحد المجموعه ديال المبادرات اللي قاموا بها جمعيه المجتمع المدني واللي كتخدم يعني في صميم العملية التعليمية والارتقاء بالأداء ديال هذه المؤسسات. إذا يعني من هذه المناسبة نوجه تحية يعني خالصة يعني للشركاء ديالنا سواء يعني القطاعات الحكومية رأسا يعني بطبيعة الحال السلطات الترابية بإشراف السيد العمل يعني السلطات المحلية القوات المساعدة الوقاية المدنية يعني المندوبية ديال وزارة الصحة وكل الشركاء يعني الاخرون يعني من جمعيه المجتمع المدني وعلى راسهم جمعيه الاباء على الدعم الذي يعني يقدمونه المؤسسات التعليميه والدعم غير مشروط وبواحد التفاني بحيث اننا يعني ولينا كنشعر يعني بالمديريه الاقليميه والارشيف وكاننا فريق واحد متكامل الهاجس ديالنا والهم ديالنا هو الارتقاء بالاداء ديال المؤسسات التعليميه وهذا يعني مكسب هام وهام ينبغي الحفاظ عليه والحفاظ على يعني هذه اللحمه يعني ما بين يعني الإدارة يعني ديال المديرية الإقليمية وكافة الشركاء. إذا مزيد من التعليقات شكرا 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 لك شكرا.